هعمل النهارده شوربه سي فود وايت صوص، سمك فيليه، كابوريا، جمبري، كرفس، جزر، بصل، كريمه لباني، ومرقه. هنقطع البصل كده وايه والجزر والكرفس. هنجهز المكونات القويه شويه عشان نبتدي بيها، نبتدي نشوحها على النار ونحط شويه من زيت الزيتون، نحط حبه كتار، يعني نقول مثلا على الكميه دي ممكن نقول معلقتين ثلاث معالق. طبعا لو عايزين نعملها بزبده ماشي، بس يعني جمبري وزبده هيبقى يعني الموضوع كتير شويه. هقطع الكرفس اللي هم العروق الناشفه، هقطعها صغير شويه، والجزر نشوف هنستعمل يمكن جزره واحده، خليني اقطعه صغير برضو. عندنا سمك فيليه وكابوريا وجمبري، يبقى هنحط السمك وبعدين الكابوريا وبعدين الجمبري عشان الجمبري ما بياخدش وقت خالص. مين بيستوي قبل مين؟ يعني لو هنحط فلفل الوان نحط فلفل الوان من دلوقتي، لو هنحط طماطم نخليها في الاخر، لو هنحط كوسه نخليها في الاخر، البطاطس نحطها من بدري عشان البطاطس ما بتاخدش وقت، البطاطس تاخد وقت اسف. شويه ملح كويسين وبعدين نبتدي نقلب علشان الخضار ده عايزه كله يطرى، يعني عايز يبقى عايز اخد الطعم بتاعه. ممكن اخد واحد فلفل حراق من هنا، طبعا ده اختياري، خلي بالنا بس ايه دايما ندوق الفلفل قبل ما نستعمله، علشان ساعات بيبقى في ايام الفلفل بيبقى موجود نار فبيبقى في الاكل لذيذ، بنحب الحراق لكن مش حاسين بطعم بقيه الاكل ايه. محتاج بس اقطع السمك ده صغير سنه، ماشي رفيعة زي ما هي، والكبار هيبقوا كده. دي السمك، كل ما هزود مكون كل ما هديله شويه صغيرين من الملح، وطبعا فلفل اسود بقى زي ما حضراتكم تحبوا. وهبتدي بالراحه كده اقلبها، اقلب السمك واحده واحده، وهناخد الكابوريا والجمبري على طول. فين الجمبري؟ دي الجمبري. وبعدين بالراحه نحط المرقه، نقلبها كده تقليبه، هفضل احط مرقه لحد لما تقريبا غطينا كل حاجه. نحط بقى الكرفس ونأكد ان دي نزلت في الميه او في المرقه. ابتدت الشوربه يا دوب تسمر، هزود بقى الكريمه اللباني. دول تقريبا 250 ملي لتر، وهقلب تقليبه واسيبها بقى تغلي. عايز معلقه اي حاجه بس برضو تقليبه بالراحه، مش عايز اقلب جامد، محتاجه ملح مش ناقصه ملح، محتاجه فلفل اسود، واحده كمان. وبعدين بقى واحده واحده نحاول نطلع الجمبري والسمك الفيليه. فين السمك؟